الأسيرات خط أحمر، حملة إعلامية على السوشيال ميديا أطلقها نشطاء ومتضامنون مع قضية الأسرى، خاصة بعد توتر الأوضاع في سجون الاحتلال وإرسال الأسيرات نداء استغاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومقاومة يا أحرار شعبنا، يا أبطال مقاومتنا، من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم، وحيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم، نرسل صرختنا هذه لكل من يردد خيط تحريرك همي. أين عزائمكم؟ أين انتصاركم لنا؟ أم هي أناشيد تتسلون بها لتمضية أوقاتكم دون رصيد عملي؟ من سينصرنا ويلقن العدو درسا يتعلم منه ألا يتطاول على بناتكم؟ أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا كما فعل الأخ يوسف المذبوح في قمعة العام الماضي لنا؟ والأهم، أين من يحررنا بعد وقوعنا في الأسر يوم قمنا بآبائنا؟ هذه الرسالة من سجون الاحتلال أطلقتها الأسيرات بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهن في سجن رامون وتحويل غرف الأسيرات لزنازين ومصادرة كافة مقتنياتهن، مما جعلهن يحرقن الزنازين احتجاجا على هذه الأفعال. هذه الصواريخ كانت التي أطلقتها المقاومة من غزة نحو مستوطنة سيدي رود في غلاف غزة، وحملت شعار الأسيرات خط أحمر. لكن هذه الانتهاكات ليست لدى الأسيرات فقط، ففي النقب هناك توجه لحل التنظيم، وفي عوفر تم سحب أجهزة التلفاز من الأسرى، وكافة السجون أعلنت إغلاق الأقسام تضامنا مع الأسيرات. أما رواد التواصل الاجتماعي فماذا قالوا حول هاشتاغ النساء أو الأسيرات خط أحمر؟ الأسيرة المحررة غفران زامل تقول: خيط تحريرك همي، جملة كفيلة أن تحرك كل فصائلنا ومؤسساتنا الوطنية والحقوقية لتنتصر للأسيرات ولتوقف هذه الحملة المسعورة ضدهن. آية حسون أيضا غردت وقالت: لا نريد أن نعكر مزاجكم كثيرا، ولكن في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة يتم التنكيل في الأسرى والأسيرات، وهناك خطة خبيثة من المتطرف الإرهابي بن كفير بحق الأسرى للقضاء عليهم، فهل من نصير لهم؟ سمية أيضا غردت وقالت: لابد أن يكون هناك موقف عربي ودولي مناصر لقضية أسيراتنا، ويتخذ إجراءات تدعم وتنصر قضية أسيراتنا ولو من خلال مسيرات ووقفات تنهض بصوت أسيراتنا ليضمن حقوقهن على الأقل داخل سجون الاحتلال والتي يقمعها الاحتلال بشكل وآخر وبكل وحشية. علي كنعان أيضا غرد وقال: كل ترهات وزندقات النسوية الغربية وكذبة حقوق الإنسان والعالم المتحضر الديمقراطي والنخوة العربية والنزعات الطائفية تعريها وتفضح زيفها صرخة أسيرة حرة في سجون الصهاينة، كلهم أصابهم داء الصم، وحدها المقاومة سمعت النداء، هي أملنا وعزوتنا وثقتنا وهي حريتنا وستفعل. بتغريدة علي كنعان كانت نهاية ترند الأسيرات خط أحمر.